سوبر بليز. ما حدش يطفوه. شنو ما حدش يطفوه هاي؟ بس 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 سيبه. بس بليز بحب الموسيقى دي. شو هالموسيقى؟ نكون فوق لحالك صار كده. خوخة. جميل أول الله يسلمك. شغل واحدة ثانية. أنا أريد كنت عم ببدل ثيابي لقيت حد داخل. شو عم تعملوا؟ وطن الحبيب خليج العربي زير بليز اوعى تطفيه زير بليز لا يا زير زير بليز ممكن تعيدها تاني يا زير بطل رخامه يا زير بقى وهاتها يا رخم هاتها I'm like
يام يا زهر والنبي شغل واحدة تانية بليز. قول بلاي بلاي، دوس على اللي فيها علامة تشغيل. عارف ولا لا؟ دكتور يا يحيى يا رخم شغلها بليز. يا يحيى ما تشغل الموسيقى يا ياد. انت مالك؟ حاجة غريبة. ما هو يا ريت بتعرف تعزف. طب اعزف عدل. يا لهوي بقى، بدل الموسيقى اللي تجنن مش غير عمال يلعبوا حاجات هبله. ايوه بليز سيبها بقى، اوعى تطفيها والنبي. I know that today we have a guitar lesson. الله يسامحك يا مصر، الله يسامحك. بس دي اسم مروشة. من هنا؟ شو؟ يلا خليني اكل. الله خليني اكل. احلى انا يا ما بدي احلى. هذا ربي فيك يعني. بس حلوة والله. بدي بكرة يجي بسرعة بسرعة بسرعة. أنا بدي أخلص من اللي أنا فيه. فكرت حتتحول وانا حبيبتي انا هذا ما بحبه عشان فيه لحمه.
ولا انا بدي هيدي اللي بالاخر ما هو ما بحب انا قلت لك ولا انا تعرف ليش انا حكيت معك لانك اعطيتيني هيدي لا ما اعطيتيني اياك ما كنت رح احكي معك وش عم بيعمل والله الولد هذا في شيء اي عادي عادي ناصر اعطيني شويه ملح في انا حره على كيفي حياتي ناصر خلص سكر الموضوع اعطيني ملح سكر الموضوع خلص ناصر هيدك مو ملح لا لانه بتحكي كثير يا اخي ابحثني يا بيي شو بتحكي يا زاهر يا زاهر يا ذو يا والله سمعت صوتك يا اخي عم بحكي معك عادي انا لا ما في شيء طلع لك هون مستنياني عشان اعطيك اياه والله العظيم عقولا يعني قلت لك بسمه بتعرف امك كيف جهزتها؟ قلت لك بسمه كنت بتاكله هنا حركه ودائما انا جالسه ست حلوه زوز زورغاتي بونسوار مسيو كيف هذا اول شيء